السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأسبوع في ساعة. كعادة يرحب بضيوف الكرام، معنا هذه الليلة الدكتورة أمل الهزاني الأكاديمية والكاتبة المعروفة. مساء الخير. ومعنا أيضا للمرة الأولى الدكتور علي الموسى الكاتب في جريدة الوطن. بالنسبة لي مع وقف التنفيذ، أنت موقف ولا موقف ولا إيش القصة؟ والله مساء الخير. لو فيه فاصلة بين موقف وموقف إيه؟ لقلتها يعني، بس انه اللغه العربيه ما تحتمل بين الضم وبين الكسر شيء. لاني ما اشوفك قاعد تكتب ابدا. انا توقفت بارادتي لفتره، وهم ما سالوا بعد 3 شهور للاسف الشديد، لم يسالوا ولا جاني منهم اي اتصال، وبالتالي اعتقد انه يعني ليست اعتزال، قد انتقل الى نادي اخر. على حال لو استضفنا ان شاء الله الدكتور عثمان الصيني رئيس تحرير ممكن يفيدنا في الخبر. معنا ايضا الدكتور سالم اليامي الكاتب والباحث في العلاقات الدوليه. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. اخيرا معنا الكاتب الاقتصادي الدكتور عبد الله بن ربيعان. مساك الله بالخير. يا مرحبا، حياك. اهلا بضيوف الكرام وبكم الى محورنا الاول. بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصل وفد وزاري يضم كل من وزير التجارة والاستثمار ووزير النقل ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية إلى السودان مساء أمس، بهدف دعم البلد الذي يشهد احتجاجات منذ أكثر من شهر، وبهدف التضامن معه في مواجهة التحديات الاقتصادية التي يواجهها. من جهة أخرى، أعرب ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان عن تأييده الكامل لأمن العراق في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. ليس هذا هو الدعم السعودي الوحيد لدعم الاستقرار في المنطقة، فبين العراق ولبنان واليمن ودعم اقتصادي للبحرين والأردن وحراك في مختلف المحاور، تواصل السعودية لعب دورها القيادي والريادي في مختلف أرجاء المنطقة، سعياً وراء إعادة ترتيب البيت العربي وإعادة الأمن والأمان إلى المنطقة التي تعاني من اضطرابات أربكت مشاهدها الداخلية. وفي جهد متصل، أعلن وزير المالية محمد الجدعان أن المملكة ستدعم لبنان على طول الطريق، مؤكداً أن السعودية كانت ولا زالت حافزاً مهماً جداً للاستقرار اللبناني. أنا سؤالي الرئيسي في هذا الموضوع، الواضح أن المنطقة واقعة بين رغبتين، بين تخريب أو تدمير إيران للمنطقة وبين إصلاح وتعمير المملكة. من بظنك يا دكتورة أمل سينتصر في هذا الصراع؟ وبالنسبة للمملكة العربية السعودية بالدرجة الأولى، يعني لها سيرة تاريخية طويلة من حيث دعمها للدول العربية والإسلامية من منطلق مسؤولياتها وثقلها الدولي والسياسي وعلاقاتها الدولية. لكن في الحقيقة احنا يعني ما نقدر نقول انه المملكة تدعم الاستقرار لانه مقابلها إيران. المملكة حتى من عهد الملك عبد العزيز كانت ذات حرق، يعني عندها حس مسؤولية عالي جدا تجاه الدول العربية والإسلامية على مستوى الدول أو حتى على مستوى الأفراد في الأسر الحاكمة. وفي قصص كثير تدعم ذا الكلام. المملكة اليوم مع هذه الصراعات اللي نشوفها موجودة، ميزة تدخل المملكة في أي قضية سواء كانت قضية فلسطين أو لبنان أو اليمن أو أي دولة أخرى، الميزة المهمة هنا للمملكة أنه تدخل بلا غرض أو هدف يخص المملكة. لا تقدم، يعني ما هي مسألة نفعية، ما هي مسألة نفعية. حتى المساعدات الاقتصادية اللي تقدم يعني ما هي مثل بعض الدول أنها تقدم لك بعد 5 سنوات تقول يعني أنا طالبة فائدة أعلى على القروض هذه. دعمت مصر في وضعها، الحقيقة أنقذت مصر يعني قبل 3 سنوات، يعني أنقذت دولة بكاملها، دولة تاريخية. تدخلها اليوم في العراق أنعشت يعني الدولة السعودية بالقيادة الحديثة، أنعشت العلاقات السعودية العراقية بعد ما كانت ميتة. كان في يعني تعمد بعد كامل للسعودية عن العراق، رجعت العلاقات بدون تدخل في الشأن السياسي اللي معقد جدا داخل العراق أو تدخل في مسألة الميليشيات أو البرلمان أو من يقود من. لكنه المهم أنه تقريب وجهات النظر بحيث أنه تكون العراق
ترجع مثل ما نقول دائما للحضن العربي، لأنها من أكثر من 15 سنة هي في الحضن الفارسي. هذا الشيء أيضا ينطبق على دول أخرى، اليمن، ليبيا. يعني لوكربي مثلا، مشكلة لوكربي، يعني تدخل السعودية من أيام الأمير بندر بن سلطان كيف حلت المشكلة، وهي مشكلة دولية. لكن طالما أنها تمس يعني بلد عربي، فالسعودية يعني استشعارا دورها يعني مسؤوليتها تدخلت في هذه المسألة. ويعني خلينا نقول أنه تدخلها صراحة ما هو بصفتها أنها والله بتنقذ نظام حاكم، قدر ما هو أنها تحاول أن تبعد دولة وشعبها عن أي تداعيات أو نتائج أو أخطاء يعني حصلت أو موقف دولي ضدها. السودان نفس القصة، وهذه ليست أول مرة تقف مع السودان. سبق أن وقفت معها وقفات اقتصادية وسياسية أيضا، يعني يعني خاصة بعد ما أدينت حكومة السودان في المذابح في دارفور، كان في كثير من محاولة التوسط لحل سياسي بالنهاية ينعكس إيجابا على الشعب السوداني. لأن السوداني اليوم في أمس الحاجة لدعم خاصة اقتصادي، ليس موجه للحكومة بقدر ما هو موجه للناس. دكتور علي، أنا طبعا عندما أقصد المملكة أنا مع الدكتورة أمل في أنه محاولات المملكة من زمان، لكن أنا أقصد الآن في ظل وجود إيران وتنمرها في المنطقة في كثير عبر وكلاء يعني وسطاء حزب الله والحوثي وغيرهم، وفي ظل ضعف كثير من العالم العربي، دول العالم العربي، صايرة المسألة كأنها بين طرفي اللي هم المملكة العربية السعودية وإيران. أنت كيف برضو شايف المسألة، كيف ستؤول؟ مساء الخير. أولا في تقابلية العالمين الفارسي والعالم العربي، لا أعتقد أنه في العالم العربي دولة الآن قادرة على القيام بكل ثقة على رجليها اقتصاديا وسياسيا وثقافيا سوى المملكة العربية السعودية. ما يسمى بالربيع العربي حول للأسف الشديد الخريطة العربية إلى منطقة آهلة بالحروب الأهلية، وهذا يتضح في الذكرى الثامنة لما أسميه أنا شخصيا بالشتاء العربي، يعني هو أقسى من حتى تسميته بخريف عربي. المملكة العربية السعودية بثقلها السياسي وبثقلها الاقتصادي وبثقلها يعني حامية العالم السني والعاصمة العربية الوحيدة التي قادرة على أن تعيش بأمان وبمأمن وباستقلالية تامة عن الاتكاء على الآخرين، لها تاريخ طويل. يعني من أنقذ ما يسمى بقصة لوكربي لما نعود إلى أحداث التاريخ والحصار الليبي اللي دام أكثر من 15 سنة سوى المملكة العربية السعودية. أول دولة أقامت حوار حقيقي بين الجزائر وبين المغرب على القصة الحدودية في الصحراء البوليساريو وبين البلدين هي المملكة العربية السعودية. للأسف الشديد أنت تتكلم من سينتصر، أنه هل هو المشروع الفارسي أو المشروع السعودي أو المشروع القومي العربي. الإصلاح عادة يأخذ سنوات أكثر من التفكيك. ما تعمل إيران هي تفكيك، يتذهب إلى بؤر، أستطيع أن أسميها بؤر استيطانية للسان العربي داخل الخريطة العربية. وعندما يسيطرون اليوم على ما يسمى 5 أو 4 عواصم عربية، هذا هو واقع الحال التي تقاوم السعودية لوحدها. في نهاية الأمر أنا متفائل، لأنه المملكة العربية السعودية بثقلها الاقتصادي، دعنا نذكر المشاهد الحقيقة التاريخية الأولى، أن المملكة العربية السعودية هي الداعم الاقتصادي الأول لكل منظومة العالم العربي والعالم الإسلامي، بما فيها حتى المشروع الفلسطيني الذي تصدر المملكة العربية السعودية قائمة الدول المانحة على مستوى العالم، تليها الولايات المتحدة الأمريكية المفارقة. إيران ليست في الدول الأولى 30 التي تدعم الاقتصاد الفلسطيني، ولا حتى في 30 التي تدعم الاقتصاد اللبناني، ولا حتى داخل منظومة 100 دولة التي دعمت في أي لحظة من لحظات التاريخ الاقتصاد اليمني. طيب هم دورهم تخريبي. اليمن ولا إيران تقصد؟ إيران. إيه. لم تكن على قائمة 30 الأولى كدولة مانحة لأي دولة عربية أو لأي قضية عربية. ولا في قائمة 100. ولا في قائمة 100 بالنسبة لفلسطين. لا بالنسبة لليمن. إيه. هي ليست في قائمة 30، هي رقم 36 من ناحية الدعم للقضية الفلسطينية. وهذه إحصاءات يعني موثقة، وثقتها وكالة غوث اللاجئين والسلطة الفلسطينية، الحكومة اللبنانية. حتى داخل طيب انا مع اني ما ودي نطول في ذا النقطه، انا ملاحظ انه الارقام اللي انت تقولها يعني مثيره للاعجاب والكثير ايضا من الحزن بالنسبه لي. احنا من الدول اول دوله، ايران الدوله 36، ومع هذا احنا مغبونين وعلينا كثير من الملامه.
ليش احنا عاجزين عن ايصال هذه المعلومه اللي انت تقولها بينما كثير من عرب الشمال يسبحون بحمد ايران وغيرها؟ لانه للاسف الشديد نحن لا نحمل اله اعلاميه استطاعت في الثلاث او الاربع الخمس سنوات الاخيره ان توصل مثل هذه الرساله. يعني اكون معك واضح وصريح، نحن اعتمدنا على مواقع بس الثلاث اربع سنوات الاخيره الى حد ما، الى 30 سنه اعلامنا نايم. نعم دعني أقول لك على حقيقة أخرى. تفضل. من اليمنيين المتواجدين اليوم في إيران 76 شخص، معظمهم يدرس في مدارس قم فقط. كل ما يحمل داخل إيران من الجنسية اليمنية، وهذا بالإحصاء موثق موجود رسميا، الذي دخل إلى إيران أو يعيش في إيران اليوم من الإخوة اليمنيين الكرام فقط 76 فرد، بينما نحن نتحدث في السعودية عن ما يقرب من 2.8 مليونين 800 ألف نظامي، عدد الأشخاص اللي غير نظاميين فنحن نتحدث عن ما يقرب من 3 مليون، 4 مليون يمني، 4 مليون يمني يعيلون 4 مليون أسرة داخل اليمن، بينما في إيران لا يوجد من الإخوة اليمنيين الذين يعيشون في إيران إما للحياة أو للدراسة سوى 76 فرد. وهذه حقائق يعني واضحة أمام العيان. يمكن نرجع لهذه، بس أبى أشوف الدكتور سالم. وأنت كيف يا دكتور شايف يعني مستقبل المنطقة في ظل الدور الإيراني المهدد مقابل الدور الإصلاحي السعودي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا سعيد بالانضمام إلى الأسبوع في ساعة مجددا مع حضرتك، مع حضرة السادة الزملاء الإخوان. يعني أنا سأجيب عليك من الآخر، أنت سألت سؤال مهم وهو من الذي سينتصر. الخير في الأخير هو الذي سينتصر، هذا لا شك فيه. والدكتور علي قال أن الجانب الإيراني هو يسعى للتفكيك ونحن نسعى إلى البناء. أنا سأعود إلى حوصلة لما تحدثتم عنه تقريبا حتى مع حديث أختي سعادة الدكتورة، وهو أن هناك مثلث: الثروة، الفعل السياسي، والإعلام. لدينا ثروة، لدينا فعل سياسي حكيم، وفعل سياسي يعني سيوصل المملكة في مرحلة من الآخر إلى النجاح في كمحصلة نهائية، ولكن لدينا هذا الذراع الذي يعني صعب علينا حقيقة طوال هذه الفترة أن نبنيه بالطريقة الذي يستطيع أن يكون ذراعا ثالثا مع الثروة ومع الفعل السياسي الذي هو محور الإعلام. لو كان لدينا محورا إعلاميا يعني يوازي هذه الحقائق، يعني يوازي قدرة الحراك السعودي، أهمية وجود الفعل السياسي السعودي في هذه المرحلة المفصلية من عمر الأمة ومن عمر الأنظمة السياسية، لكان الوضع مختلفا كثيرا. ولكن للأسف نحن بحاجة إلى بناء هذا الدور، واليوم نحن نعيش حالة ربما يعني مع التغييرات الأخيرة. قبل أسابيع كان لدينا تغييرات، وكان منها تغيير الإعلام، وكان هناك وجه جديد من داخل حاضنة الإعلام ربما يعني يعدل في الصورة قليلا أو كثيرا إن شاء الله. أنا طبعا أكيد نعول كثيرا على زميلنا ومديرنا سابقا مع الأستاذ تركي الشبانة. أنت إيش تعليقك دكتور عبد الله؟ طبعا أنا أتكلم اقتصاديا، إحنا نتكلم عن المملكة أكبر اقتصاد عربي، حوالي 25% من الاقتصاد العربي. ليس مستغرب طبعا مع وجود الإرادة السياسية. ذكر أبو مازن كلمة جميلة أنه فارق بين من يبني وبين من يخرب. إحنا لما نتكلم الآن عن الدعم الاقتصادي خصوصا، لما ندخل في تفاصيل الدول اللي تدعمها السعودية اليوم وأعلنت دعمها، للأسف اقتصادياتها كلها سيء. مثلا لبنان لما أعلن، لبنان اليوم واصل المديونية إلى 150% من حجم ناتجها، واصل دينها العام إلى حوالي 80 مليار دولار. البلد تقريبا هناك أو قبل أسبوع مقالة موديز خفضت التصنيف في هذا البلد. فالبلد حقيقة كم إيش عندك فكرة كم وش تصنيفها؟ أعتقد أنهم نزلوها من الـ A- إلى B أو حاجة زي كذا. المهم أنه تصنيف نزل لدرجة أسوأ قليلا يعني. فالشاهد أيضا لما تأخذ العراق تجد لديه مشكلة كبيرة في مؤشرات الفساد، يمكن من الدول الأخيرة جدا أو في الدول اللي يعني ما هي الأخيرة اللي يعني الأولى في الفساد. في اليمن أيضا اقتصاد محطم واقتصاد جدا ضعيف الآن، وهياكل يمكن لا ما يصرفوا الرواتب للموظفين. فاحنا نتكلم عن اقتصاديات تحتاج الى دعم. التخريب سهل، ايران قد تكون مرت او لها اذرع وخربت بعض هذه الاشياء. فانا رايي الان حتى مع الاراده السعوديه ومع الدعم الاقتصادي، لابد انه السياسيين في هذه البلدان ايضا يعملون شيء جيد لبلدان. انت ستدعم اليوم، دعمت غدا او دعمت الامس، الى متى ستظل دعم؟ طبعا ما لم يكن هناك ايضا مقابله إرادة في عند هؤلاء السياسيين في هذه البلدان، أنا أعتقد أنه مهما ظليت تدعم طالما أن هناك من يخرب أو لا يريد البناء لن تصل إليه.
هذا صحيح. فأنا أعتقد أنه يجب الدعم أن يقابل هذا الدعم أيضا مع الشكر السياسي والاقتصادي للمملكة، أنه يقابله أيضا اجتهاد أو نمو أو إثبات أنه إرادة محلية في هذه الدول، إرادة محلية أنه هذا الدعم سيذهب إلى إنعاش الاقتصاد وإنعاش الناس في هذا الاقتصاد. فاصل ثم نعود إليكم.